إذا للوقوف عند ملف تفاقم معاناة النازحين في العراق، ينضم إلينا من داخل الاستوديو الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بك. وعبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء، السلام عليكم. السلام عليكم وتحياتي للجميع. أهلا بك سيدي الكريم. أستاذ حسين، أبدأ معكم، يعني في هذا الإطار كيف تنظرون اليوم إلى ملف التهجير القسري وأيضا ملف التغيير الديموغرافي الذي حدث في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003؟ كيف تنظرون إليه؟ يعني هو أهم ما أريد ننظر أنه ما حدث في تغيير ديموغرافي وتهجير وإخفاء قسري وعملية نزوح هو ليس صراعا بين مكونات المجتمع العراقي. هذا ما تروج له القنوات والفضاء أن يسمون العنف الطائفي والصراع والحرب الأهلية. لا يوجد صراع بين مكونات المجتمع العربي، وإنما كل ما يجري هو مشروع. طيب. الاحتلال الأمريكي الإيراني بعد 2003 تنفذه أدواتها في العراق الميليشيات المسلحة. الهدف منه هو تغيير الديموغرافي الذي يقصد به تحديدا هم العرب السنة من خلال تهجيرهم سواء إلى دول الجوار أو نزوحهم داخل البلد. إذن هو ليس صراع بين ليس صراعا أبدا. وهناك مناطق لم تدخلها حتى داعش، وأيضا هجرت هذه المناطق، ومناطق أخرى لم يحدث فيها أي صراع، مثل البصرة لم يحدث فيها أي صراع طائفي. لم يحصل. داخل بغداد لم يحصل صراع طائفي، شمال بغداد لم يحصل صراع طائفي. فإذن هو ليس صراعا طائفيا، بل هو مشروع احتلال جاء به الاحتلال الأمريكي والإيراني. المشكلة أنه تنفذها الأدوات داخل العراق وهي الميليشيات المسلحة خدمة لهذا المشروع. التهجير الذي حدث في بعض المناطق وفي بغداد، هل تعتقد أن الولايات المتحدة كانت تعلم بذلك وغضت الطرف؟ كانت تعلم، وهي قد خططت له قبل دخولها إلى العراق. يعني أنا قرأت مذكرات جورج بوش ويتكلم على مثل هذا الكلام. طيب. الرئيس الحاكم المدني تكلم على قناة الجزيرة بأنه جاء لتغيير نظام حكم، وليس لا موضوع سلاح نووي ولا صواريخ بعيدة المدى ولا كل شيء. إذن القضية الطائفية ودور إيران في العراق هو كله برضا أميركي. الهدف منه هو تفتيت اللحمة العراقية، تمزيق الدولة العراقية كدولة مركزية، تحويلها إلى ليست فيدرالية بل إلى كونفدرالية، وإلى ملوك طوائف تحكم هذه المناطق. ولاحظ أنه أي منطقة مهجرة الذي يمسك هذه المنطقة تعتبر مقطع قطاعية له. نعم. يعني مثلا منظمة بدر في ديالة، مقتدى الصدر في سامراء، حزب الله في جنوب لبنان، هذه مقاطعة أصبحت ملك له. نعم. هذا حتى تغري أكثر، وهكذا يعني تدار الأمور في العراق ضد العرب السنة. ما الذي ستستفيده الولايات المتحدة؟ هذا السؤال سأوجهه إليكم، ولكن دعني أنتقل إن سمحتم لي إلى الأستاذ ضياء. أستاذ ضياء، النازحون في المخيم الكيلو 18 أكدوا حرمان الأطفال من حق التعليم. كيف سينعكس هذا الحرمان على جيل كامل من أحد أهم يعني أحد أهم حقوقه وهي مسألة التعليم؟ كيف سيؤثر ذلك على الأطفال؟ حقيقة ما يحدث بالمخيمات العراقية الموجودة في داخل العراق هي مأساة، وأشارت إليها كل المنظمات الحقوقية، إذا كان الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية الحقوقية التي تتابع الأمر في العراق. هذه مأساة كبيرة، لأنه التعليم من الوسائل المهمة لإعانة الفرد أو لإعانة المجتمع على أن يكون هذا الشخص أو تلك حتى يتمكن من العمل، يتمكن من معرفة ما يدور حوله. إذن المدارس بالوقت الحاضر من الأول ابتدائي لحد السادس ابتدائي لا توجد مدارس، وحتى المدرسين هم لا توجد مدرسين كافين أو معلمين كافين حتى يعلمون الأطفال. هذه العملية حقيقة تدار بصيغة يعني ليست يعني لقلة الخبرة أو لقلة المعرفة من قبل أجهزة الدولة، لا، هذه العملية هي مبيتة للشعب العراقي، لأنه نحن نعلم من هم الذين يعيشون في هذه المخيمات. هذا الذين يعيشون في المخيمات هم شريحة من المجتمع العراقي، وهذه كانت هذه الشريحة من المجتمع العراقي في كل العصور أنهم شريحة متعلمة مثقفة
متابعه للحركه السياسيه الموجوده، هم يريدون هذه توجيه من ايران لقمع هذه المجموعه البشريه بصيغه مباشره لتدميرها، لتدميرها اجتماعيا. هم ليسوا مغفلين ولا هم قاصرين عن العمل، لا هم متمكنين ان يقومون بهذا العمل، بس هم متعمدين ومتقصدين بهذا العمل. وحتى استاذ ضياء، انت تقول هم متقصدين ومتعمدين في ذلك، هل تسعى الولايات المتحدة التي جاءت بهذه الشرذمة من السياسيين الحاليين، هل يريدون مجتمعا اميا تحديدا؟ الولايات المتحدة الأمريكية أتت في برنامج سياسي معين، هي أتت في هذا البرنامج السياسي، ليست هي جاءت لأجل أسلحة الدمار الشامل، لأن لا توجد أسلحة دمار شامل، يعني اتضح فيما بعد. ولكن الولايات المتحدة هو هذا البرنامج، ليس الولايات المتحدة، كل أعداء المنطقة هم تحالفوا على تدمير العراق، لأنه العراق نحن نعلم العراق هو بلد له ركيزة اجتماعية، له موقف سياسي واضح. حتى إسرائيل تدخلت بهذا الموضوع بتدخل مباشر، والعملية السياسية التي أتت بها الشرذمة الموجودين في الحكومة العراقية، تعلم من هم، هم أغلبهم كانوا لا يديرون الدولة ولا موظفين بالدولة ولا لهم علاقة في شؤون السياسية، أجابتهم أغلبهم هم سراق ونصابة، هذا المعروف عنهم يعني مع الأسف. هم دول الموجودين بالوقت الحاضر الذي يحكمون العراق، هم غير مؤهلين أن يديرون أي مؤسسة. لهذا السبب اعتمدت عليهم الولايات المتحدة وأتاحت الفرصة لهم وأعطت اليد إلى إيران بالعبث في العراق. والإيران لحد الآن هي الحكومة المباشرة في العراق، الذي يحكم العراق. من لا يعلم فليعلم أنه إيران هي التي تحكم العراق، ولاية الفقيه هي التي تنفذ المخططات الفارسية. نعم أستاذ ضياء، نعم أستاذ ضياء، يرجى أن تبقى معنا أستاذ ضياء. سأنتقل إلى الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، ما الذي جنته الولايات المتحدة من مسألة التغيير الديموغرافي؟ وهل أن الخطاب الحكومي التحريضي يعني غذى العقلية الطائفية بحيث أصبحت الميليشيات هي المتحكم في مسألة هذا التنوع الغريب على الشعب العراقي؟ يعني بالنسبة للاحتلال الأمريكي، من جاء بهذا المشروع والتغيير الديموغرافي هو تفكيك الدولة العراقية التي كانت تهدد إسرائيل وتمنع تمدد المشروع الإيراني إلى الدول العربية وخاصة الخليج وبقية الدول العربية إلى أفريقيا. نعم. كان العراق هو حائط صد للمشروع الإيراني، وبنفس الوقت كداعم للمقاومة الفلسطينية ومواجهة إسرائيل كمواجهة حقيقية، وليس أمثال هؤلاء اللي يتكلمون عن ممانة. أما الحكومات سواء المحلية أو المركزية، هي إن لم تكن متفرجة على ما يجري، فهي داعمة وساندة لكل ما يجري من تغيير ديموغرافي وإخفاء قسري وقتل جماعي وعملية نزوح وتهجير، هي داعمة لهذه الميليشيات. الآن أصبحت الميليشيات أقوى من الحكومة العراقية وأقوى من الدولة، هي تتحكم بالوزراء وبالنواب ومن يأتي ومن يذهب ومن يعين ومن لا يعين، بمعنى أنه إحنا أمام نظام فعلا ثيوقراطي على غرار النظام الإيراني، تتحكم به هذه الميليشيات اللي هي شبيهة بالحرس الثوري والمعممين وما إلى آخره. أما هؤلاء الأدوات اللي موجودين في الحكومة وغيرهم، هؤلاء أضعف حلقة في الدولة، ولا يجرأ أحد فيهم إيقاف أي ميليشياوي في أي مكان ما. فإذا الحكومات ساهمت في عملية التهجير والتغيير الديموغرافي سواء كانت بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. إذا ما نظرنا أستاذ حسين، إذا ما نظرنا إلى ثورة تشرين المباركة عام 2019، هل تعتقد أن الحكومات المتعاقبة قد نجحت في مسألة التغيير الديموغرافي والفرقة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي؟ شوف، أنا من البداية قلت لك أنه لا يوجد صراع بين مكونات الشعب العراقي. نعم. لكن هناك طبقة سياسية نقلت الخلاف المذهبي والطائفي إلى المستوى السياسي وأدارت المجتمع على هذا الأمر. الثورة تشرين أعطت فرد صورة بهية عن المجتمع العراقي المتجانس المتضامن ضمن الدولة العراقية. لهذا أنه المشروع الإيراني اليوم يعني يعاني من مشاكل جمة، خصوصا بعد تشرين، لأنه منطقة ثورة تشرين
كان مكانه الجغرافي في وسط وجنوب العراق الذي يعتبر العمق الاستراتيجي للمشروع الإيراني. فأكبر عائق للمشروع الإيراني هي ثورة تشرين. لهذا السبب يريدون أن يخمدوها بطريقة وبأخرى. بأي طريقة إخماد هذه الثورة؟ وهم يعلمون أن هذه الثورة هي فكرة. هي فكرة وليست مجموعة أشخاص يطالبون بوظائف وأعمال إدارية وما إلى آخره. هي فكرة نهض بها الشباب العراقي وأدرك أن هناك خطورة على الدولة العراقية من تمزيقها وتفتيتها فنهض بهذه. نعم. صديا، المجموعة العالمية الخاصة بالإيواء يعني أكدت في بيان لها حاجة ما يقارب من 1,000,000 شخص في العراق لمساعدات عاجلة ومأوى ودعم إنساني، ولكن هنا السؤال المطروح دائما يعني أين تقف حكومة الكاظمي من كل هذه المطالب؟ حقيقة الحكومة الكاظمي هي حكومة يعني مسيرة وليست مخيرة. الكاظمي شخص هزيل، شخص لا يملك الشخصية بإدارة الدولة. نعم. الحكومة الكاظمي تعتمد على من يعينها أو يوجه لها التعليمات بإدارة الدولة. هي حكومة انتقالية، والكاظمي هو يعني قاعد بالوقت الحاضر يبادر انه حتى يملك الحكم مرة ثانية، ولربما انه يملك يصير اتفاق بين هذه الأحزاب الطائفية الموجودة ويعود الكاظمي مرة ثانية للساحة، لربما ان يكون هذا الشيء. لكن الكاظمي ليس بيده حل الإطلاق. الكاظمي شخص يعني لا يقوم بأي عمل. احنا راقبناه بكثير من مسائل من ثوار تشرين، من قتل ثوار تشرين، وأعطى وعود انه ذول القتلة يجلبهم الى المحاكم، ولحد الآن لم يحدث هذا الشيء. اذا هذا شخص غير موثوق فيه، وشخص حقيقة يعني لا يمكن ان يدير مجتمع مثل المجتمع العراقي. صعب عليه أن يدير هيك مجتمع. هم الإيرانيين يسيروه، وحتى يمكن يكون عبد لهم، عبد لإيران. هو ليس يعني حقيقة. العراقيين لازم يعرفون، أنا أقصد الشعب العراقي لازم يعلم هو حل الأمر هو بيد العراقيين، ليس بيد السياسيين الموجودين. العراقيين وثوار تشرين إذا انتفضوا فعلا انتفاضة قوية وسيطروا على المناطق الجنوبية من العراق، لأن هي الركيزة الوحيدة التي يعتمد عليها الأحزاب الطائفية، وهذه لو كان موجود عندهم الثقة الكافية بأن يديرون الدولة، ممكن أن يديرون الدولة، لأن الموجودين في الساحات، في كل الساحات الموجودة في العراق، في جنوب العراق ووسط العراق، نعم أستاذ ضياء، ممكن أن يديرون الدولة بالصيغة الصحيحة الذي يتمناها الشعب العراقي، أن تدار بهذه الصيغة لحقوق الإنسان وللشعب العراقي الرفاهي. طيب أستاذ ضياء، دعني أنتقل للأستاذ حسين. أستاذ حسين، الملاحظ أن هناك محافظات بعينها يطالها النصيب الأكبر من الانتهاكات. تعتقد أن الحكومة القادمة ستتجاوز موضوع الانتهاكات أم أنها ستستمر على نفس صيغتها؟ لا، هذا نهج الاحتلال من 2003 وإلى الآن، ويبقى مستمر طالما هناك هيمنة إيرانية على العراق. هذه المناطق سوف تعاني أكثر وأكثر. قد يجوز الوسائل تختلف والأساليب تختلف، لكن هي تبقى مستهدفة، وتبقى هذه المناطق مدمرة، سكانها مشيطنين، مقصيين، محرومين من الوظائف المهمة في الدولة العراقية، محرومين من الأجهزة الأمنية، محرومين من كثير من الأمور. أنا أعتقد النهج يبقى مستمر على ما هو عليه. نعم. في هذه المناطق، وهذه المناطق تدفع ثمن سبب مقاومتها للاحتلال الأمريكي والإيراني، واليوم معلوم أنه مناطقها مدمرة، وسيطرتها من خلال داعش وسيطرة الميليشيات ما بعد داعش على هذه المناطق، وكأنما هي قطاعات أصبحت ملكا لهم. فتبقى هذه المناطق أعتقد مستهدفة طالما الوضع القائم على ما هو عليه. صديا، اليوم النازحون في مخيم الكيلو 18 في الأنبار أكدوا عدم زيارة المسؤولين لهم، طبعا رغم الحملات الانتخابية التي تعدهم بالعودة إلى ديارهم. هل تعتقد أن الأيام المقبلة ما بعد الانتخابات ستكون هناك خلو من مخيمات النازحين، أم أن الأمر مستمر؟ هذه العملية مثل ما ذكر زميلي المتحدث، هذه العملية مبرمجة، ليست عملية يعني بالوقت الحاضر أتت.
يعني هم وجدوا عذر داعش ونسوح داعش، ودخلوا مكان داعش أيضا مجاميع إرهابية لقمع الشعب الموجود في هذه المناطق، إذا كان في الموصل أو الرمادي أو تكريت. هذه هي العملية مبرمجة. أنا أتوقع لا يمكن أن يوجد حل للشعب العراقي إذا كانت هذه الميليشيات وإيران متسلطة على أرقاب العراقيين. العراقيين لا حول ولا قوة، لأنه هاي المجاميع الموجودة في العراء في الصحراء وفي المخيمات، وإحنا نعلم أنه تم حريق في هذه المنطقة وذلك المنطقة وماتوا 4. هذه الأحداث المتكررة الموجودة هي انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الحكومة. طيب هنا أستاذ ضياء، هي المسؤولة الأول والأخير عن المخيمات. إذن الحكومة، إحنا يأتي ممثل عن الدولة ويتحدث بموضوع هو الموضوع خارج عن، لا يعني لا توجد مبادرات من الحكومة لإنقاذ النازحين من المحنة الموجودين فيها. أستاذ ضياء، لمصلحة من يبقى جزء كبير من الشعب العراقي بين مهجر ونازح، من المستفيد وما هي الغاية من ذلك؟ هذه ورقة ضغط تستعملها إيران ضد الشعب العراقي. نعم. إحنا نعلم أنه المناطق الحدودية الموجودة حدود 4000 شخص منهم الجنسية العراقية من المناطق المحاذية إلى المناطق العراقية اللي هي موجودة فيها نسبة الشيعة لربما أن تكون أكثر من نسبة السنة، وأعطاهم الجنسية وهم ليست بعراقيين، يعني أعطاهم الجنسية العراقية. هذا التبديل الديمغرافي والتبديل الديمقراطي الذي بدأ في الموصل لعدم إعمار المناطق المنكوبة في الموصل وشراء المناطق البسيطة اللي هي بشراء، لأنه الناس تعبت أنه تعيش في هذه المنطقة، يبيع ممتلكاته ويخرج إلى خارج العراق. هذه العملية إذن مبيسة للشعب العراقي لإخلاء العراق من الناس الشرفاء الذين يعيشون في تربة العراق أبا عن جد، وهذا التاريخ يشهد لهم. لكن الحكومة العراقية هي من يباشر بهذا الموضوع. الحكومة العراقية لا توجد حكومة، إنه إيران هي التي تفرض السياسة وتفرض النظام الذي ترتئيه بهذه المنطقة، إذا كانت في سامرة وإذا كانت في مناطق أخرى. إحنا نعلم أنه يجبرون الناس على بيع أراضيهم في سامرة أو بيع بيوتهم في سامرة إلى ناس إيرانيين، وهذه نعم حقائق. عبر سكايب من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم. أستاذ حسين، بدقيقتين أو أقل من ذلك، يعني أكدتم اليوم في أن التغيير الديمغرافي يرجع إلى تنفيذ أجندات المشروع الإيراني بالدرجة الأولى، ولكن إذا ما تحدثنا عن الحل، كيف يمكن كبح جماح مشروع طهران في العراق والمنطقة؟ يعني أنا أعتقد في الوقت القريب صعب جدا كبح مشروع إيران، طالما هناك لديها أذرع كبيرة في العراق، ميليشيات، داعم دولي لها الأميركان والمجتمع الدولي، حتى بما فيها فرنسا أصبحت داعمة على علنا. نعم. للمشروع الإيراني من الداخل. أعتقد هو الحل أنه دعم ومساندة شباب تشرين، انتفاضة تشرين، لأنها هي التي سوف تنتفض على هؤلاء ومن ثم تغير المعادلة في العراق. الوقت طويل ولكن ليس مستحيل. التعويل على إيران وعلى أمريكا وفرنسا وغيرها أعتقد صعب جدا. المجتمع الإقليمي ضعيف جدا، وخاصة العربي، في دعم العراق، بل العكس، هو أصلا يدعم هذه الحكومة في التغيير الديمغرافي وتهجيرها للمكونات العراقية. لكن أعتقد الحل سيكون من الداخل في دعم هؤلاء الشباب، وستكون هناك انتفاضة على الأقل في المدى المتوسط. الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي، شكرا جزيلا لكم. شكرا أستاذ لكم. حسين.